الخاص بتاعك. شرف ليا وسعيد ان انا اكون موجود معاك، وعايز اقول بس الساده المشاهدين ان انا ضيف بناء على طلب، يعني استاذنت لا ازيك ضايع لانه انا لا انا اللي ضيف يا كابتن. والله فبشكرك على الاستضافه. انا بيعجبني التواضع بتاعك كابتن. لا انا بقول الحقيقه والله بقر واقع والله يا جماعه، انا الحقيقه لانه لقيت طلبات كتيره جدا ان انا اظهر النهارده، فيعني انا عارف ان حضرتك مسافر بكره باذن الله عشان الحج ان شاء الله، تدعي لنا كده. بس حالاتنا مستمره زي ما هي، يعني عشان الناس ما تفكرش احنا مش موجودين في الاهلي. لا السؤال ما بقاش كده، مين اللي خسر النهارده؟ مين اللي خسر؟ اللي خسر النادي الاهلي بالنسبه للنادي الاهلي، اللي خسر النادي الاهلي النهارده مفيش كسبان، لا محمود طاهر كسبان ولا محمود الخطيب كسبان. طب محمود الكابتن الخطيب ماله؟ هكمل. ولا محمود الخطيب كسبان، ولا اهلي الشيخ زايد كسبان، ولا اهلي مدينه نصر كسبان، ولا اهلي الجزيره كسبان، ولا اهلي الكلام ده كابتن. طبعا بقوله قلبي بيتقطع، لان النهارده كان اول مسمار في تقسيم النادي الاهلي من وجهه نظري. الكلام مش انا اللي قلته، واحنا رد الفعل، وده دورنا وده واجبنا قدام ربنا سبحانه وتعالى وقدام النادي الاهلي اللي خيره علينا. انت اللي بتتكلم على التقسيم، وانت اللي اقحمت الاسم، وانت اللي عملت فتنه، وانت اللي طلبت تيجي في يوم مش يومك. مش احنا اللي بنعمل كده، مش انت اللي وشك باين فيه الغضب لما لقيت الناس بقت ايد واحده. مش احنا اللي قلنا اللي تطلع تقسم الناس، انت اللي بتقول، انت اللي قلت تقسيم، وانت اللي قلت اقحام رموزنا، وانت اللي قلت الشيخ زايد، وقلت الجزيره، وقلت مدينه ناصر، انت اللي قلت. عارف مين اللي خسران؟ انت اللي خسران. لو كنت جيت كنت هتتعاقب عقاب شديد زي ما المراسلين بتوعك اتعاقبوا. انا افهم البرنامج الكبير لما يروح يغطي الزمالك يبقى في ترحيب، اتفضل يا محترم خش اتفضل غطي الانتخابات بتاعتك. نادي الزمالك من اول يوم اتمنع هذا البرنامج من الدخول من على البوابه، ومحدش نطق ولا راح عمل محضر ولا راح حد اتكلم، لان في ناس مسلوبه الاراده قدام ناس معينه. واحنا في زمن اللي يعاملك باحترام ويعاملك بادب ويعاملك باخلاقيات عاليه تعمل له محضر وتشتمه وتهاجمه وتطلع له كل يوم وتطلع له في يوم مش يومك، واللي يمسك لك الكرباج ويضربك كده كل يوم، تمام يا باشا، تمام يا فندم، تمام يا بيه، تمام يا متر، تمام يا اي حاجة. احنا في الزمن ده، هي دي الحقيقة. يبقى هرجع لحضراتكم تاني بعد اللي انا بستعرض. احنا ما كناش طرف غير بنحشد ونقول للناس روحوا، روح عبر، اتكلم عن دستورك، روح اتكلم عن لايحتك، روح ما تخليش حد يتدخل جوه ناديك، ما تخليش حد يبقى فيه فرد وصاية عليك. ده اللي كنا بنتكلم فيه، حتى الضيوف اتكلم فيها، حتى المذيعين، ما فيش حاجه ما سابوهاش، على اساس اللي انا بتكلم مثلا بيكاسو وداخل يعلمنا كل حاجه. يا عم بالراحه بقى، كل واحد على نفسه شويه. قبل ما اخرج لموضوع اخر، عشان انا عارف السيناريوهات اللي بتتجهز، والحمد لله عندنا اهلاويه رجاله في كل مكان، هتجهزوا فيديو بتاع احمد جمال. كنت في حلقه معاه احمد جمال، انا احترمه واقدره كمذيع لانه شاب، احمد جمال المذيع احترمه اقدره جدا جدا جدا، لانه شخصيه محترمه. انا هو صديق شخصي من زمان، وبيتعب وبيعرق عشان يوصل، مش بتجيله على الجاهز، ودي الحقيقه. اختلف معاه بقى احيانا، ممكن نختلف نتفق. بيحضروا لفيديو يجي يقول لك اللي انا قلت عليه رقم واحد. ايوه قلت لكن فيه استفزاز، وكان فيه نقطه مهمه لازم تعرفوها، اللي كان احمد، انا مش طرف مع حد، لكن كان في مشاكل ما بينه وما بين الاعلامي اللي بنعرض صورته، فانا ما كنتش عايز اخش طرف، فاضطريت ان انا ادخل في عند. هي دي الحقيقه، بقول لكم الحاجه قبل ما تحصل، لكن مش عايز اخرج من موضوعي، وعايز اكمل لحضراتكم اللي انتم شفتوه. يبقى زي ما الفيديوهات ترتيبها، وده كل يوم، انت اللي اتكلمت في الانتخابات يوم واثنين وثلاثه واربعه، انت اللي فرقت اعضاء الجمعيه العموميه، انت اللي كل يوم بتناقش لائحة النادي الاهلي وبتدور على اي حاجة بأوردر وانت عارف من مين، وانت كمان عارف انت بتعمل كده ليه. دي انا مش هقدر اقولها. طب كمان احترم تاريخك كلاعب داخل النادي الاهلي،
واللي انت لبست في يوم من الايام تيشيرت النادي الاهلي، لكن انا هنا بتكلم على اعلام، واللي بيشتغل في العمل العام عليه اللي هو يتقبل كل حاجه حتى احنا. لكن لا تمثل النادي الاهلي وانت في اي برنامج. اي نجم سابق موجود احترمه، واحنا كلنا مكملين لبعض. احترمك وانت داخل جدران النادي الاهلي، تروح تشتغل في الاعلام تعمل فتنه داخل النادي الاهلي، بالنسبه لي غير مقبول بالمره. غير مقبول بالمره، اللي تفرق الناس، تحبطهم، تغيب الوعي، تقول كلام مش حقيقه. وعشان كده روحوا شوفوا ابن الاهلي بيقول ايه.